افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعمال المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بدر الجامعي الذي تم تطويره لكي يكون مجهزا على أعلى مستوى لاستقبال الحالات التي تخدم سكان مدينة بدر والمناطق المحيطة بها. الحقيقة أنا النهاردة سعيد بزيارة صرح من صروح الحقيقة المستشفيات الجامعية مع زمايلي من جامعة حلوان. أنا النهاردة اللي شفته الحقيقة هو إضافة لمدينة بدر من خلال إنشاء هذا الصرح اللي هو الحقيقة في الآخر إحنا هدفنا خدمة المواطن. وده الحقيقة الرسالة اللي عايزين نوصلها، إن الجامعات ليها دور في خدمة المواطن، في خدمة المجتمع المحيط، والمستشفى اللي احنا شايفينها بما تم اضافته من خدمات قادرة على انها تستوعب اي حالات طوارئ تجيلها. المنطقة بحاجة الى مستشفى بهذا الحجم، بحاجة الى مستشفى تضم الكوادر الطبية المتميزة اللي موجودة في كلية الطب جامعة حلوان، وده بيؤكد على حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية والوعد الذي وعد به السيد الرئيس في بداية توليه في المرحلة الثانية، ان الصحة والتعليم على رأس أولوياته في المرحلة في الفترة الثانية من توليه المسؤولية برئاسة الجمهورية. شهدت المرحلة الثانية من أعمال التطوير بالمستشفى افتتاح وحدة الرعاية المركزة التي تم دعمها باثني عشر سريرا ليصل إجمالي عدد الأسرة بالرعاية إلى 25 سريرا، كذلك افتتاح القسم الداخلي بواحد وعشرين سريرا رعاية متوسطة، إضافة إلى افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي 18 سريرا، بالإضافة إلى قسم قطاع الأغذية التي يتضمن المطبخ الخاص بالمستشفى. دلوقتي تقريبا أنجز حوالي 40% أو 45% من المستشفى، وإن شاء الله في خلال 3 شهور كمان هيبقى المرحلة النهائية إن المستشفى تكتمل، وبعد كده نفكر في اكستنشن للمستشفى لأنها تبقى في الآخر في حدود 250-260 سرير. ده مش كافي، إحنا عايزين نخليها ضعف العدد، زائد ان الخدمة اللي بتقدمها دي خدمة مهمة جدا، وخصوصا ان احنا على محاور طرق سريعة وفي حوالينا كمية انشاء كبيرة جدا في شرق القاهرة، في العاصمة الادارية، في بدر، في الشروق، كل المناطق دي المستشفى المفروض بتخدم عليها. صرح طبي كبير ينضم إلى سلسلة الصروح الطبية المصرية برسالة من القيادة السياسية إلى المواطنين مفادها رعايتك الصحية في أولى أولوياتنا في الجمهورية الجديدة. محمد أبو شنب، برنامج صباح البلد.